هاي جايز، ويلكم باك تو ماي شانل. نيو فيديو حق اللي يتذكر هالزاوية. انتو احسن ناس. انا حرفيا اللي كان يتابع فلوقاتي من زمان يعرف هالحمام ويعرف هالزاوية بالضبط، زاوية الفضفضة عندي، واللي الحين تغيرت صارت بحمامي الثاني. يس، رجعت لكم اصور هني لان اوريدي امس نمت في بيتنا الثاني اللي هو بيت اهلي، اللي هو بيتي الاول، بيتي ما اعرف. اليوم نفس ما انتم شايفين داومي في الحمام، يعني عندنا فقرات سوالف مع ميك اب. فكرة اول مره اصور كاميرتي الجديده في هالحمام. يس، ولابسه هودي. ليش لابسه هودي اليوم؟ لان اليوم كان عندنا مطر، انا للحين عندنا مطر. ففيديو اليوم نفس ما انتم تعرفون بروح سيفورا اشتري ميك اب ترند، برودكت ترند، سكين كير ترند، اي شيء ترند ابي اجربه واشتري اليوم. انا فاطمه عندها شويه فلوس لازم تروح تصرف. لا امزح. عندي برودكت ان احتاج اشتريهم حق شعري حق وجهي، فقلت بروح اسوي فول شوبينج في سيفورا. anyways هالفيديو ما بيخلي وايد طويل، خلونا نحط ميك اب مع بعض. طبعا عندي ماي فول ميك اب جبته معاي امس. جايز على فكره انا عايشه في شقه بس امي وابوي واهلي هم عايشين هني، فهذا بيتي الاساسي هناك عشان الشغل. يعني فهمتوا، يعني عايشه في مكانين، عايشه بين مكانين بين امارتين. اوكي، طبعا انا مو مصدقه ان اليوم مشيت وعندنا مطر هني في الامارات. يعني نادرا يعني، بس ما عندنا مطر خاصه هالشهر. احس اكتوبر ما شيء وايد امطار، يمكن يناير اكثر. او anyways انا احب المطر، وايد احب المطر على فكره. يعني اليوم اول ما نشيت كنت وايد متحمسه، صار فيني مطر، واللي بروح اصور فيديو، واللي بشوبينج وكل هذا. ليش الاضاءه؟ احس الاضاءه مو حلوه. تحسون اسكر هذا اللي ورا عشان الاضاءه الحين؟ احس ان صارت الاضاءه احسن. anyways احس اني رجعت نفس ايام قبل فلوقاتي القديمه، بس مو قديمه اوفر، يعني حرفيا قبل شهرين. يا اخي كنت افكر اليوم اروح اتغدى انا وخواتي، او مثلا مع اخوي اروح اتغدى، ما اعرف، لان اليوم احس شي يوم مطر لازم استفيد، لازم. دخلنا في موسم الهوديز. طبعا فاطمه ما قدرت تتحمل ولبست هودي مع ان الجو حر. صح انه نازل مطر بس الجو حر جايز، ورطوبه برع، بس يعني احس مقهر من هالخصله اللي هني. تعرفون هالخصله اللي اذا وديتوها هالصوب ما تثبت، واللي هني ما تثبت، يعني ما تعرفون وين مكانها الاساسي. الشامبو اللي قاعد استخدمه احبه، بس احس بيشتري شيء احسن. اقدر اقول لكم ما اعرف، بس يس. تعرفون ان هالعلامه يعني هالنبته تدل على الحظ، فيعني حسيت اني احتاج البس هالهودي اليوم. يعني ما امن بهالسوالف، بس لبسته لان لونه وايد حلو، بس يس. طبعا اليوم بسوي ميك اب وايد. شفتوا الخصله هاي؟ شفتوها؟ احب المطر وايد، بس عندي مشكله بعد ما المطر يوقف اكتئب. مو اكتئب بس احس انه يعني شي المطر خلاص، عرفتوا؟ يعني خلاص رجعنا للواقع. بس لا، قدامنا شتاء طويل. وبعد جايز احس ابي اشتري شيء اليوم، ابي اشتري باودر. قاعد افكر اني اشتري صراحه من براند هدى بيوتي لان صاير ترند هالفتره، فصار فيني ليش ما اجرب. مع اني احس ما انا اشوف الانسانه الباودر عندي شيء وايد حساس، احس اذا اشتريت باودر لازم يكون وايد اوكي، لانه هو عندي شيء انا وايد مهم صدق حرفيا. انا يعني احب استخدم الباودر، وايد اكون حريصة ان البراند اللي استخدمه يكون براند اوكي. اي ثينك ان هدى بيوتي اوكي، لان اخواتي يستخدمونه وكل حد يستخدمه وكل حد يمدحه، ف حسيت انه اوكي شكلي بشتري هدى بيوتي. جايز انا هالفترة صاير فيني ان امس صراحة ما بكذب عليكم كان يومي يوم سيء بشكل فظيع،
وشيء طبيعي ان احنا كبشر نمر في ايام سيئه، لانه حس طبيعي يعني. المهم فكان يومي يعني شوي سيء، ف مو شوي صراحه وايد كان سيء، نفسيتي كانت زفت على كثر ما كنت احاول اني اصير اوكي، بس احس كنت لازم امر في مرحله ان اصيح، او ان يعني احس اني شيء اضطريت يعني. اي شيء كنت قاعده احاول اسويه ما كنت قادره اني اطلع من حالتي السلبيه اللي انا كنت فيها، فاستسلمت في النهايه وصار فيني اوكي ابي احس بمشاعر سلبيه، اوكي بهد كل شيء، ما بسوي ولا شيء، بس بسوي كل شيء فاطمه تبغى تسويه. يعني حسيت انه اوكي ابي اقعد اتابع مسلسل، فتحت اللابتوب قاعد اتابع مسلسل بدون لا انا ان انا اغصب نفسي او اسوي شيء، او ان انا اعطي انرجي فيك حق نفسي عشان اروح اسوي شيء. فصار فيني انه اوكي احيانا الانسان يحتاج، يعني انه صار فيني انه خلاص انا بكون لطيفة مع نفسي وبسوي اللي انا ابغى اسويه بدون اي ضغط انه اوه فاطمة خلاص تحسين مشاعر سلبية خلاص نهاية العالم، لازم تطلعين مشاعر سلبية، لازم تكونين ايجابية 24 ساعة. صار فيني انه اوكي ريلاكس فاطمة، لا تفكري في الموضوع وايد، روحي سوي الاشياء اللي انتي تبين تسوينها بدون تفكير زايد. فصار فيني ابي اطلب اكل واتابع مسلسل، حرفيا هذا اللي سويته. طلبت اكل هندي، يس انا احب الاكل الهندي سبرايز، ابوي كان يحب الاكل الهندي، فصار فينا انا كلنا العائله بكبرها نحب الاكل الهندي حرفيا. ف يس انيويز فصار فيني اوكي طلبت اكل، قعدت اتابع جوسب جيرل واكل الاكل، حرفيا نفسيتي تعدلت ما اكذب عليكم. صار فيني صرت خلاص صرت يعني احس رجعت لذاتي، رجعت لنفسي، وكل هالافكار السلبيه والمشاعر السلبيه راحت. والمهم ان انت تحاولين تتجاوزين هالمشاعر وتكونين لطيفه مع نفسك عشان صدق تتجاوزين. ما ادري اذا فهمتوا علي ولا لا، بس ان احيانا لازم تتقبلون مشاعركم عشان تمرون من خلال هالمشاعر. انا الحين هابه اسوي الدبليو بلاش، انا اخذ البلاشر اوزعه على وجهي بشكل حرف دبليو، هالطريقه شي يعطيني لوك كيوت. وايد قاعد احط البلاشر. المهم جايز انا بخلص الميك اب كامل، اصلا ما بقى شيء، بس بحط هايلايتر وبرجع لكم على الفل لوك. سي يو جايز. خلصت الفل ميك اب اللي من كلاسي واي ام. الاوتفيت عباره عن قميص جينز مع الماتشنج بنطلون، سو كيوت، حسيت انه مناسب حق اليوم لان الجو حر. يعني لا يغركم اني كنت لابسه هودي بس الجو صرت حار. المهم خلونا الحين، والحين وقت ان نروح سيفورا مع بعض، فاشوفكم في سيفورا وفقره الشوبينج. باي. ما اصدق ان الدنيا ليل وانا وصلت سيفورا، طحت بزحمه، الله لا يوريكم كيف. الحين الجو يتجنن بعد المطر. المهم انا وصلت سيفورا الحين، تخيلوا فركنت البالي بس نسيت اني اعطي المفتاح. المهم خلوني اراويكم الحين وصلت سيفورا. Let's do some shopping guys. هذه هي سيفورا، يتفرع سيتي ووك، لان احس انه دائما فاضي بصراحه، مبين انه فاضي، فاحس ان الشوبينج بيكون بدون لا احد يزعجني ويكون زحمه. ف يس ما ادري ليش قاعده احس ان ستايل النيرس. طبعا هيك اول شيء الحمام عشان شيء خاص، صار لي ساعه قاعده في السياره ما ادري كتبي اتمشى حوالين المول بعدين ادخل سيفورا، لانه جايز طولت في السياره بشكل فظيع، كنت قاعده حرفيا ساعتين في السياره واكثر، حتى طلعت من البيت الساعه 4 والحين الساعه 7، انتم متخيلين. فالحين انا رايحه سيفورا وابي اتسوق هناك حق السكين كير والميك اب وكل هذا، اي شيء ترند منه. Here we go. طبعا اول شيء اهم شيء اني نازله بالكروكس عشان ارتاح. نحتاج السله عشان نعبيها، احس ما ادري كم بشتري، ما عندي بادجت ابدا، يعني ما عندي سعر معين، ف الله يستر. وايد في سيفورا احب اخذ المينيز، والصراحه جايز حبيت هذا، تخيلوا ان البلاينر مع ليب اويل
من رير صراحة أول مرة أشوفها، فأعتقد إني باخذ هذا. ترى رجعت البيت لأن للأسف سيفورا ما خلوني أصور في سيفورا، ما خلوني السيكوريتي حرفيا لما كنت قاعدة أصور قالت لي مدام ما تقدرين تصورين هني، فصار فيني كيف كيف كيف، لأن دائما أشوف الأجانب يصورون هالنوع فيديوهات عادي، فصار فيني أوكي أنا بعد بصور فيديو في سيفورا، بس اكتشفت إن لا ممنوع إني أصور في سيفورا. المهم صحني ما رويتكم شو خلت في سيفورا، بس بسوي لكم مشتريات من سيفورا. طبعا الفاتورة معاي، توقعوا كم طلع السعر؟ وين كل هالمنتجات اللي براويكم الحين طلع سعرها 1300 درهم. مستحيل اطلب سيفورا لنهاية الشهر او اشتري اي شيء ما احتاجه لنهاية الشهر، فالحين فلوسي بتروح على الاكل الهيلثي والاشياء الصحية والاشياء اللي صدق بصرف فلوسي عليها. بس طلبت شيء ثاني من امازون، من جورنال، هذا حق روتين الليل وروتين النهار. اغراض تحسين شيء صح ولا شيء كبير؟ مريم هاي صح شكلها؟ كنت قاعدة اراويهم عن هالدفتر، شكل الدفتر حلو. شي تكتبين ثلاث اشياء انت ممتنة لها الصبح والليل، وايد حلوة الفكرة، وايد تحس تشوفين مشتريات من سيفارا وايد. اهم شيء جايز يعني انا ابغى شيء مريم عشان تعطيني شيء انرجي وبوش. انا وايد احب الانبوكسنج مال سيفارا، كل ما اشوف حدا مسوي اقعد اطالب الفيديو كله. تخيلي بس كنت قاعده اتابع فيديوهات سيفارا حرفيا. المهم نبدا، يلا نبدا. اوكي اول شيء اخذت هذا الست من البراشز من سيفارا، تحتاجين حق هي مكانين. فشو حسيت انا ما عندي براشز عشان اقسم الميك اب، فاشتريت هذا عشان احطهم في الشنطه. واو. يعني هم اربع فرش بس حسيت انهم يعني اساسيين، عرفتي؟ واو صراحه احط فرش سيفورا استخدمهم دائما. ليش شفتي؟ تشوفين اول شيء هم يلا اول شيء انت شوف. لا لا اول شيء انت خلاص. شوفي هذا اخذته من رير. واو وايد يجيب البلاينر مع ليب اويل. تخيلي عندها ليب اويل؟ اي عندها ليب اويل اول مره، وايد كيوت. حياتي مو مجربه البلاينر والليب اويل والسوالف، وانا كنت دائما بس الهايلايتر والبلشر. انا بعد فاول ما شفته صار فيني واو لازم اجرب صدق. زين هذا ثاني شيء اخذته، ثالث شيء اخذته. اوكي شكله وايد كيوت. ما تعرف بس مو عارفه هذا جايز. اللي يعرف كفو عليه واللي ما يعرف بعد كفو عليه. لحظة أنا بتوقع أشي حق الشفايف. هي إنزين لبول. لا مقشر. لا ما خلتي شيء. شو عشو بقى تنت هذا ماسك الشفايف وتنامي. تدشين الصبح الشفايف تكون شيء حلوة. لما تحطين ماسك وتنامي ما تحسين بزعاج؟ أحس وايد. لا هو كنا مرطب. كنا أويل عادي. أنا عبالي كنا كريم يعني. لا 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 لا. أوكي أوكي. شوفي أصلاً حتى الحين لو تقدرين تستخدمين الحين عادي يعني طول اليوم. كيوت لا؟ وايد. شوفي تحسينه عادي. عادي. كنا حاطة كيو في ولا أي شيء عادي. وهذا أنت عندك يا. لحظة بتوقع. شفت أنا في الستوري كنت حاطة العطر مال الشعر. هذا عطر الشعر والجسم. هذا عطر الشعر والجسم أتوقع. بس كل الشعر أتوقع. تخيلين عبالي عطر الجسم. الشعر وايد. الشعر أنا كنت أحتاج. كنا حق الجسم يمكن بعد ما أتذكر بس حق الشعر كنا. بس يمكن يستوي حق كل شيء. كل شيء. خدت هالريحة. هي هالريحة. اكثر ريحه ترند اكثر. انا في صراحه كم من نوع. انت شفتي شميت الرواح ما يفتحوا ما يحطون تيسر؟ انا شميت كتشمين الريحه. الريحه على فكره نفس تقريبا نفس ريحتي. ما اتوقع ما ادري اذا نفس مالي ولا لا، بس انا كنت ماخذه معاي تايلاند، فمن شميت الريحه تذكرت تايلاند. لا تذكري والله. او ماي جاد. نيكست ترى جايز البراش حق الشعر من هذا البراند، وايد احب هالبراند. تعرفينه المشط اللي عندي صراحه ما احب استخدامه، يقطع الشعر، فحسيت انه يمكن هذا يكون يعني احسن. يمكن يعني حرفيا كل ما امشي خطوتين وحده تقول لي يو نيد هيلب، تحتاجين مساعده، وانا شي شكرا شكرا. مشكله تفرق سيتي ووك لانه مو بزحمه، وايد ناس يعني وايد ناس موظفين وايد يلحقونك. صح صح صح. تجربين هذا يصير يعني لازم انت تكونين قويه عشان تقول لهم لا ما احتاج مساعده خلاص. نيكست ان شامبو. قاعد اخذ نوعين شامبو شعري. هذا البربل. اوكي وايد احب هالبراند افيدا جايز، وايد وايد
اوكي منتجاتهم يعني بيرفكت حق الشعر. حتى انا كان عندي نفس هذا بعد هذا وايت بس هذا مره في الاسبوع مره في الاسبوع يعني عشان المشعر يصير عشان الشعر يصير لونه اورنج يس. وهذا وايد وايد احبه يرطب الشعر لان شعري وايد وايد جاف. حق اللي صابغين شعورهم هذا جايز براند افيدا احسن براند ترى. انا وايد احب هالبراند احب التونر ماله وايد وايد وايد. هالبراند اسمه كلينيك اعتقد. هذا شو ماخذه هذا؟ هذا سكراب حق الفيس مقشر حق الوجه. شي يعني حسيت انه ما عندي مقشر. تخيل انا ما عندي مقشر حق الوجه ما يعني ما اقشر وجهي. انا بعد تصدقين وهذا يعني كان احتياج حرفيا في اشياء يعني احس انا اكثر شيء اخذته احتياج اصلا. لا انت متسوقه بوعي مبين يعني تعرفين شايفه شو تبين ومشتريه. احس شي ما كنت مصدقه شوي عندي فلوس خلاص عرفتي انا حسيت بامتحان. انا بعد حسيت بامتحان. جلو ريسيبي جايز شو هذا صراحه؟ هذا تحطينه يمكن قبل الميك اب اكيد. هذا مرطب 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 شفايف. تشفيش على الشفايف كل ما كل شيء كل شيء المهم هذا مرطب شفايف حسيت انه كيوت. عند جلو ريسبي وايد معروف عاد ايه وايد ما اعرف حسيت انه لازم اسوي لك شلاين شفايف ما اعرف صح. انا احب هالسوالف وايد وايد احب شي اجمع تعرفين. انا العكس تمام انسانه مو ما ارطب شفايفي وكله انسى تسكتي وايد يقولوا لي بعد لو شفتي اخر شيء خذته تعرفين كيف انا مهووسه بعد شفايف ترى بعد شفايف بعد بعد شفايف بعد شفايف. احس انا مستحيل اشتري كل هالمنتجات للشفايف. نفس براند الماسك بس هذا هو المرطب منه يعني اوكي. وسيفورا تيتي ووك وايد فيها اشياء يعني. والله حبيت اللون على فكره انا احبها وايد. تخيلي اي نكهه بيتش ريحته بيتش بنات لا تقولوا لي مريم تسلك وايد بس انا شي ما اعرف يعني فحاول اتفاعل بس انا ما قاعده اسلك ترى. بس هذا كل شيء اخذته من سيفورا. اتمنى انك استانستي. استانست وايد ووايد حبيت كل شيء. تعرفين شو اللي حبيت اكثر شيء؟ بنشوف ماخذه ميك اب ماخذه اشياء مهمه حق البشره والشعر. على فكره انا كنت ناويه اخذ ميك اب بس صار فيني لا ميك اب اوكي واذا شعرك اوكي شعرك بيطلع حلو بتطلعين حلوه صح. واحس احيانا انا استانس على منتجات السكين كير اكثر عن الميك اب بي اونست يعني. شفت كل شيء قبلكم. اوكي جايز هذه حرفيا كانت كل مشترياتي من سيفورا بس ما شفتوا طبعا كل شيء اخذته حسيت انه وايد مفيد وايد بيفيدني فا يس. انيويز الحين وقت اني انا امسح الميك اب لان اخوي محمد اليوم جاي الشقه عندنا لانه بينام هني وبنسوي احتمال نسوي موفي نايت فاحسبي امسح الميك اب يمكن احط ماسك على وجهي اروق. طبعا باخذكم في هالبروسيس معاي لاني قررت اني اراويكم ماي نايت روتين الروتين الليلي اللي اسويه عادة. فا let's do it guys. عليكم بشكل الدرج اورجنايزر عشان احطهم بس حاليا كل شيء وايد عشوائي. وهنا وزعهم المينيز احتاج بما ان السكين كير مالي لازم شوفوا جايز كيف اوزعهم بشكل عشوائي كيوتي. وقت ان الحين نبدا نمسح الميك اب. اكتشفت ان ما عندي مزيل ميك اب وشكلي وايد زفت لما ارفع شعري فبنزل شعري بروح اسرق مزيل ميك اب من غرفة اختي. جايز ترى للحين قاعدة اتابع جوسب جيرل وصلت الجزء الخامس لا الخامس هي الجزء الخامس الحلقة رقم 7. انتو متخيلين ان باقي لي هالجزء والجزء اللي بعده فيعني تقدرون تقولون ان باقي لي جزء نص فوايد متضايقة لان حرفيا حبيت المسلسل وكان مسلسلي المفضل هالفترة. شي وايد يزعل بس اتس فاين ما عليه ما عليه ما عليه ما عليه لأن this is life.
الكاميرا قاعد تطيح. فأكيد بحصل مسلسل ثاني يعني، مو أول مسلسل أحب أحبه ويخلص، فحسني متعودة يعني. فا it's fine. بس يزعل شلون؟ ما أبي أتبلل أبدا. For 2011 version. That was awkward. Are you able to check it out yet? That's a problem. No. What are you doing here? Our treaty of 2010 clearly states the duck pond is. For some reason, he's trying to make me second guess myself. Nothing to me. He forced my hand. I must expose Chuck as a fraud who's only pretending to evolve so he can win me back before Louis comes home. Stay on and let me know what happens. Of course. Maybe you should loosen up a little. Yeah, I'm sorry. I think that was my fault. No, I work here. Can I? Do you know what? No, sorry. Thanks. And pleasure. Maybe I should start looking for another job. Maybe you should have some fun. He's not look like happy nursery decoration. More effective having a shirt. You have too much starch. Or getting him served lunch. And yes, while it's true that I was upset with the little momentary lapse of morale to him and myself. So what do you think? خلونا ننزل تحت نشوف مريم ومحمد شو يسوون. فقرة حش اشوف. بنزل كلام في المقطع. اسكت عيل. ايز محمد جايب السوني ماله عشان يلعب فيفا. ايوه ياس. انا بعد ابغى العب باكر. اوكي المهم جايز، انا محمد طالبين من مطعم الو بيروت، للحين الاكل مو بواصل، وايد طولوا. حرفيا طالبه قبل ساعة، ما اصدق ان قاعدين ناكل الساعة 4 الصبح. الوقت وايد متاخر. طعوي يس جايز، قاعد يحشون في العائلة الكريمة. لازم اكيد اقول بطون وايد اها. كلم كله في البلوج، فضايحك كلها في البلوج. انت اي واحد؟ انا الابيض خسران، بس الحين برد له بعد الجديد. خسران فاشل. ممكن شوي تسكتون عشان براويهم في الفلوج الباكج اللي وصل لي. عدة الماتشا. الله لا يهدى. انا حمود انت مجرب الماتشا من قبل؟ لا. مو مجرب الماتشا؟ لا. كيف اختك؟ كيف اختك تشرب الماتشا وانت مو مجرب؟ حديث الطحال. المهم جايز بسوي لكم انبوكسنج حق البوكس اللي وصلني من بوكس من هذا البراند. وايد كيوت جايز، شوفوا وصلتني العدة، لوني جديد. انا اوريدي عندي لون البينك، وصلني هذا الجرين، وايد حبيته. لا الاكل وصل مع هذا الماتشا باودر، متحمسة اني اجربه، بس اعتقد انه هذا مو اورجانيك. بس انيويز احس انه وايد كيوت. شو رايك تروح تفتح الباب وتجيب الاكل؟ ياي هني شقتنا بعد ما تباني احط. عطي رب الكعبه. شيل الناس يسمعون الحش. لا المشكله هم بيسمعوا مو بانا، ايش فيكم انتوا؟ شو هالعائله اللي تموت على الحش يا الله. المهم جايز وصلت الاكل، وصل من الو بيروت. ووو شو رايك تسكت؟ محمد طالب ساندويتش فاهيتا، اسمه؟ فاجيتا فاهيتا. طالبه تبوله انا لو سمحت، فيعني انا هيلثي. والحين فود تايم. حمود قول ياي. مريم قول ياي. المهم جايز خلونا نروح ناكل. هاي جايز. او ماي جاد. هاي شكلي خوف. انيويز بس كنت ابي اقول لكم ان الفلوج خلص. شكرا شكرا وايد لانكم تابعتوا للنهاية، واتمنى انكم حبيتوا الفيديو وكان فيديو لطيف وخفيف وكيوت عليكم. وبس احبكم وايد، لا تنسون فولو شير لايك سبسكرايب، كل هذا علشان تتابعوني اول باول.
والمحتوى اللي جاي بيكون احلى واحلى واحلى واحلى. فاحبكم وايد، اضيفوني على ماي سوشيال ميديا صح. وبس باي. انا شي قاعده اهمس بس ما اعرف، بس اشوفكم في الفلوج اللي بعده. باي.